انا نازل بقى. ايه ده؟ انت رايح فين يا ميشو؟ مشوار مهم يا دنيا لازم اعمله، كان نفسي اعمله من زمان يا ابني. هو ايه ده اللي مشوار مهم يا دنيا ولازم اعمله وكان لازم اعمله من زمان؟ طب ولا انا عارفه هو رايح فين بجد؟ طب والنبي سوري لي. طيب ماشي، بس حط اكل القطه الاول وبعدين ابقى اقول لك هو رايح فين. نورت بيتك يا والله كان قلبي حاسس انك هتيجي. كل سنه وانت طيبه يا امي. وانت طيب يا حبيبي، تعال في حضن امك، تعال في حضن امك يا حبيبي. وحشتني وحشتني يا حبيبي. تعال برد النار، برد النار اللي جوه قلبي بمعادك يا ابني، برد النار اللي جوه قلبي. تعال عشان اوريك اللي كان مصبرني طول السنين دي كلها. تعال يا دنا. هو ده توأم فطين؟ ايوه يا ماما، بس ده بقى مجرم مش زي فطين. مجرم؟ اه، ما هو فطين هو اللي كان حكي لي. يا سلام. طب فاطين بقى لما جه يخطبك ما قالش الكلام ده ليه؟ عرفتي بقى ان هو كذاب هو وامه؟ يا ماما ما هما كانوش يعرفوا. ميشو ده تايه من 25 سنه. هو اسمه ميشو؟ ايوه، وكان شغال مع صفوت نصار. اها، مش ده اللي سرق ارض غاليه؟ ايوه هو ده. لا وايه، كان عايزه يقتل اخوه فاطين. يا سلام، ده ولا في الروايات. بس انا لازم اكتب الروايه دي هتكسر الدنيا، واكتب كده عليها بالبنط العريض من وحي خيالي. بت انا عايزاكي تيجي تحكي لي الحكايه دي كلمه كلمه وبالتفصيل الممل. الهدوم دي بتاعتك وانت صغير لما كنت بتوحشني قوي، كنت باخدهم في حضني وانام. وده المصحف بتاعك اللي كنت بتحفظ بيه في كتب، على طول جنبي، وصوتك في ودني وانت بتسمعني اللي حفظته من القرآن. عمره ما راح عن بالي ابدا يا عمر. وحشتيني قوي يا ام. انت كمان وحشتني قوي قوي يا ابني. مش هسيبنا تاني يا ميشو؟ مش هسيبك يا ام، مش هسيبك. شايف الغوايش دي؟ كنت جاي لهم لشبكتك، كان نفسي افرح بيك انت واخوك في يوم واحد. قريب قوي يا ما هتفرحي. يبقى على دنيا مش كده؟ كده يا ما. بنت حلال وطيبه وبتحبك قوي يا ميشو. ما تزعليش مني يا ما. انت اللي ما تزعلش مني يا ابني، وربنا يقدرني يعوضك عن كل السنين اللي فاتت. الحقيني يا غالية، الحقيني يا ماما. عشان جوزك يحرم يتدخل في اللي مالوش فيه بعد كده. في ايه يا عطر يا بنتي؟ كل خير يا ست غاليه. الله 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 الله، ده الاستاذ فاطين هنا اهو. طب والله كويس، وفرت علينا المشوار. رضاك في الحفظ والصون عندنا لغايه لما ترفع ايدك خالص عننا وعن الراجل الكبير. ومن الاخر كده فاطين ما تحفرش قبرك بايدك. محدش هيقرب منهم. ويا ريت بقى توروني عرض كتافكم من غير مشاكل. ده كتكوت طلع له اسنان اهو. ولا اركب وبيعرف يعور كمان.